أولا موضوع الكتاب هو ثمرة عمل واجتهاد على مدى عقدين من الزمن، واللي توج ابتداء من 2010 بأول البحوث العلمية في هذا المجال حول التربية الإعلامية والفضاء العمومي للمواطنين بالمغرب، واللي تقدم في مؤتمر أساتذة الإعلام بغرامستون بأفريقيا الجنوبية. التربية الإعلامية اللي هو موضوع هذا العمل هي محاولة لوضع أولا الباحثين المغاربة والمسؤولين كذلك والطلاب والمهتمين ووسائل الإعلام في صورة مدى تطور التربية الإعلامية عبر العالم والإضافات المميزة التي تساهم بها في تطوير ليس فقط الممارسة الإعلامية ولكن أشكال التعبير بشكل عام. التربية الإعلامية هي مقاربة مجتمعية وتروم تهيئة الفضاء الإعلامي العمومي والمساهمة كذلك في جعل المساهمين في الفضاء العمومي الإعلامي متشبعين بالثقافة الإعلامية الرصينة. لا يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بمهامها في مجتمع لا يفقه ولا يعي ولا يفهم الصناعة الإعلامية والمجهود الإعلامي. لا يمكن لمجتمع أن يرتقي دون مساهمة وسائل الإعلام ولكن في بيئة يفهمها المجتمع، يفهمها المواطن ويشارك فيها. هدف الكتاب هو أولاً تقديم التربية الإعلامية من حيث محدداتها العلمية الأكاديمية ومن حيث قضاياها الدولية والوطنية. لابد من الاعتراف بأن بلادنا الدولة المغربية حاولت تقريبا هذه بضع سنوات أنها تضع بعض البرامج، لكن هذه البرامج ليست مؤسسة بحيث أن مؤسسات تربية وتكوين وكذلك المؤسسات الإعلامية والضبط الإعلامي حاولت كل واحدة من جهتها أن تقترح أنشطة وبرامج للتربية الإعلامية منفصلة عن بعضها البعض، وبالتالي حان الوقت لكي يكون لبلدنا رؤية واضحة واستراتيجية قائمة بذاتها فيما يتعلق بالتربية الإعلامية، لأننا نرى بأنها إحدى الوسائل الناجعة لجعل المواطن المغربي سواء كان من النشأ أو من المساهمين والعاملين في مجال الإعلام أنهم يعوا ماذا يمكن للإعلام أن يقدمه للمجتمع وكيف يمكن أن يقدمه للمجتمع. الأساسي من هذه الدراسة هو المساهمة في جعل المواطن المغربي سواء كان يعني في مختلف فئاته العمرية أنه يتلقى تعليما، يتلقى تكوينا، يتلقى تعبئة إعلامية تساعده أولا على فهم يعني ما يدور في بيئته من حيث عمل وسائل الإعلام، وكذلك لمساعدته على التعبير عن ذاته، نظرا لأن اليوم نتحدث عن الديمقراطية المشاركة، والديمقراطية المشاركة لا يمكن أن تقوم إلا بتوفير أدوات تعبير وأدوات فهم المجتمع، وهذا هو الغرض الأساسي من هذا الكتاب. حينما يكون لديك جمهورا يفهم ويعي الرسالة الإعلامية وواعي بطريقة صناعتها وتداولها، أنذاك لا يمكن التلاعب به ولا عليه. نعم.